بتقدر تلعب علي. الو مرحبا رياض. اهلا فدوى. بعرف انه بدك تتاخري. رياض انا على الواجهه موقف صعب كتير كتير، بدك تقلي شو ساوي. خير. في عندي سرقه، زلفة مسروق من غرفتها 78,000 ليرة. ايه لا اسمعي فدوى، لازم تخبري الجنائيه فورا، خبري اقرب مخفر للشرطه. رياض ممكن يكون الحرامي من ال... وممكن يكون من برات الدار، ومثل ما بتعرف انا اللي عندي كلهم ختايره، ما بيلقوا روحه على المخافر. شو رياض؟ معك حق، ممكن يكون الحرامي من جوا من الاختياريه يعني، او من غيرهم، وبجوز يكون من برا كمان. شوفي فدوى، بجميع الاحوال لازم تخبري الشرطه فورا. طيب رياض شكرا، برجع بتصل فيك بعدين. احترامي سي فدوى. ابو حسام من فضلك اقفل الباب وتعال. حاضر. فوت اشوف. وقف هون. خير؟ شو في؟ اسمع شو قلت لك ست فدوى، بتحكي منيح فهمت؟ تفضلي ست فدوى. خير خانو؟ يا عم فاروق، الست ام نوال مسروق من غرفتها مصاري. ايه انا شو دخلني؟ بصراحة هي أول سرقة بتصير عنا بالدار. خير؟ يعني أنا سارقه؟ هو الطبيعي إنه نحن نفكر فيك. شو شغلة تبلي؟ الدار مليانة ناس. هو بصراحة ما صار سرقة لحد ما حضرتك أنت إجيت. وإذا كان؟ لا تعلي صوتك، يلي جابك جاب معك إضبارتك وأنت بتعرف شو فيها. كرامة للنبي سوريا بقى، من زمان الله تاب علينا وقلبنا على الشهادة. بترجاكي يا ست، يا ست لا تشرحيني قدام الأمي، أنا بعمر أبوك. أبو حسام من فضلك افتح الباب. حاضر. ست فدوى، هي أبو مري، شافوا فايت على الحمامات. شيخ شو فيها دخلت المطاهر؟ دخلت على المطاهر ولا لا؟ شفتك بعيني عم تحط شي يا نمس. أنا؟ هذا خرفان؟ أنا خرفان يا حرامي؟ لو ما أبو حسام معنا لأفرجيك. أبو حسام أنت خليك هون مع فاروق، أنا رايحة أنا وأبو مرعي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا اهلا بالاستاذ. اهلين. تفضل 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 حبيبي. شو طولت الغيبه علينا؟ اشغال. شاورت حالك؟ شو قررت؟ والله شوف لساتني عم اشاور. والله زكاتك هالعود من عندك. تكرم تكرم. تفضل. يسلم. اشتقت له. تشتاق لك العافية. بدك تهرب ما؟ رجع رجع. عفوا مدام، رجع. هيا اللي عم اقول لك عليها، وقت جابوه الشرطة قالوا لي انه هو رئيس عصابة، عرفت كيف فيها؟ هلا ندور. آني آني ها؟ اشو هيا؟ شو هاي؟ يس. هاي المصاري. ما الحلال اللي انتقوا، ما الحلال اللي عرفتي كيف فيها؟ ان شاء الله الف مبروك، عديهم.
رش الحلال ما بيضيع. افريت انت زلفة، انت مليونيرة يا شيخ، مخبب ثيابك انت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، كمان منيمينا معهم سوا. يلا ان شاء الله الف مبروك. بالاذن. باذن طلع لي ليلك. هلا هدول المصاري بيطلع لي انا كمسيون عليهم، لا تقول لي بيطلع لي بخشيش. تكرم عينا. بتقديهم بعدين، بتقديهم بعدين. شرفة. يلا يلا. ما قلت لك مدام فاروق كان بده يهرب، عم تكمشته. خبريني مدام، شو لقيتوا شيء؟ عم فاروق التقوا المصاري. الحمد لله ظهر الحق. التقوا مطرح ما قال ابو مرعي بالحمامات. وايش كان؟ لك كيف وايش كان؟ ما هو شافك عم تحطهم هنيك. لا لا تتبلوني، انا رجال على باب الله. على باب الله يا مسكينة. ماشي دبر حالك مع الشرطة هلا. ايه مثل ما بتريدوا، في الله. لحظة يا عم حسام. يا عم فاروق هلا انت موقفك كتير صعب، وانا بفضل نحل الموضوع بيناتنا بلا لك نروح على الشرطة، فيها بهدلة. صدقي وآمني انا ما اخذت شيء يا معلمتي، مصاريها ولقيتوهم. مثل ما بدك، اتفضل حضرتك انزل بين رفقاتك الخطايرة، عود بيناتهم لا شوف اذا فيك تواجههم. بدك تتمنى لو انك رحت على الشرطة، تفضل. بس هيك يا مدى، هيك انتهينا؟ ايه استاذ بكفي هيك لليوم، تفضل. مثل ما بدك، تفضل. اشوف يا سيد نجلة، أنا بعتذر منك الحقيقة، إحنا اليوم كتير حظنا سيء معك، بس أنا بأكد لك إنك أنت رح ترتاحي عنا هون بالدار. ما بعرف ليش هيك صار معي بآخر عمري، يمكن يرجع يعمل مشاكل جديدة. يعني هو ممكن إذا كان هو الحرام، وممكن ما يكون هو كمان. ممكن. شوفي فدوى، أنا رأيي من الأول إنك تسلمي كنتي هذا الموضوع للشرطة، لأنه هذا اختصاصه. مظبوط، بس أنا لو خبرت الشرطة بدها تنقلها بالدار فوقاني تحتاني. فدوى، أنت قلتي إنه ما في حدا منهم متعاطف معه، فليش لحتى يتأثروا أو ياخذوا على خاطرهم؟ بعدين اسمعي، يعني الحرامي لازم يتحاسب. بس ممكن ما يكون هو السارق. طيب بس كمان ممكن يكون هو. ما بعرف، هذا اللي صار. المشكلة إنه الرجال المتهم بالسرقة مريض كتير، وهو ما بيعرف هذا الشيء. أنا حاسة إنه لازم عالج الموضوع داخل الدار. شو رأيك؟ دعي لي إن شاء الله كل اللي عم تصرفوا صح. طيب، أوكي، أوكي، إن شاء الله، أوكي، تشاو، باي باي. لا لا لا، وين شو أخذني؟ لا، سلا اللي كيف؟ مرحبا. أهلين عمار، شفت المدير؟ طمني. أنت طمنيني. بعدين بحكي لك يا لطيف. شو عفريت تلقطع الطاير؟ المهم طمني، شو صار عند المدير؟ كل خير. يعني نفد البرنامج بريشو؟ نفد، وهي انت كمان نفدتي بريشك يا حرق حريشك. والله ما بعرف اذا نفدت ولا تورطت. رح نتجوز. شو زواج هيك خبطة واحدة؟ مبروك، سرتني هالخبرية. يا سيدي شيء أكابر. شو عجبك؟ فعلا عجبني. نويت عليه؟ يا سيدي نويت. إيدك على جيبك، رح أعطيك إياه بسعر ما بتحلم فيه. شوف أستاذ، صراحة يعني أنا ماني عامل حسابي، كنت مارق من هون بشغلة. المهم بقديش؟ المهم يكون عجبك. يا سيدي عجبني وبرنجي، بس بقديش؟ أبو إيش بلا زغرة؟ أبو ولا شيء، منير وبس. استاذ منير، نعم. فيك تيجي تجرب العود كمان مره اذا بتريد. يا سلام، في يجربه كمان مره؟ شو عليه؟
مرة ومرتين وثلاثة. لا تروح، تعال شوف شو قصتك. شو قصتي؟ المختصر المختصر؟ المختصر يا سيدي، أنا كنت استعطي على باب الله بالعود، هلأ صرت استعطي العود. كل ما اشتقت للعود تعال. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صار ينادي لي يا ماما مثل ما بتنادي لي نوال. قلت يمكن ندم على فعلته، بس أبو نوال حصرتي عليه كان ينقهر كتير، يمكن لأنه عرفان أنه عم يكذب، بس ما كان يقدر يعبر عن لسانه لأنه مفلوج. كان كل ما شافه يحمر ويزرق ويجي ليختني، ما قدر ينسى فعلته. بعد ما مات أبو نوال إجا قال لي يا ماما بيتي بيتك وبنتك نوال حبيبتك وحبيبتي، تعالي اسكني معنا بالبيت. قمت بعت البيت. هو اللي طلب منك تبيعي البيت؟ ما بتذكر منيح، يمكن ما طلب هالشي مني بصراحة، بس شجعني عليها كتير. المهم بعت البيت وقبضت حقه، ما دقر المصاري بإيده منوب، حتى تركني أنا حطهم بالبنك. لمرة بالسهرة تفضل يا عمري. شو هذا ماما؟ ليش المصاري؟ هدول 8000 ليرة. طيب 8000 مشان شو؟ شوف يا ماما، هدول طلعوا لي من البنك 10000 ليرة أرباح من حق البيت، فقررت أنا أعطيكم يا هون مصروف شهري. وإنتي؟ أنا راتبي بكفيني، بعدين المصاري لإيش؟ مو مشان الواحد يصرف ويتبحتر وينسر. ماما أنت هيك عم تجرحينا بتصرفاتك وبكلامك. لا يا ابني، شو هالحكي اللي عم تقوله؟ لكن معقول نجيبك لعنا لحتى نستغلك؟ شو هالحكي يا ماما يا نادر؟ شو تستغلني وما تستغلني؟ حد عم يفكر هيك تفكير؟ طيب أنا مين في إلي غيركم؟ شو إلي غير سعادتكم شوفكم سعيدين ومبسوطين؟ بعدين أنا الله عطاني، عطاني وكافيني ووافيني، عطاني ياكن أنتوا الاثنين. شو هالأم اللي الله عطانا إياها؟ أمي الله يرحمها ما كانت تعاملني هيك بنوم. ألا معقولة نحنا ناخذ منك حق أكلك وشربك وحق نومتك؟ ماما أنت قعدتك معنا هي البركة. نادر ليش هيك عم تعاملني؟ ماما نوال شوفي جوزك، شوفي نادر حاشته كبر الراس بقى. أنا أمكن ولا مالي أمكن؟ اسكتوا أنتوا الاثنين بقى وخلوني أشوف المسلسل. ست زلفة إذا تعبتي منكمل بعدين. لو سمحت على اليمين عندك. والله هذا تواليت مهجور لازم يصلى مشان الناس محترمين. إيه هاتوا ورجينا همتك يا معلم الصحية. ولا أنا عميده، أنا بعلم صحية، أنا أحسن طور نجيب هاي البلد، أنا ميكانيسيان درجة أولى، أنا قاعد نبتل لتعرف فرق. اتركي من إيدك كاسة الشاي بعدين بيكسبوه على سلفك. الله يسامحك فاروق. يا ابو كارو اترك الرجال بحاله، اكل حسابه. شلون اكل حسابه ياهو؟ ما شفت شلون كان قاعد بياكل مثل خواجه؟ لا سيدي،
أكل هوا إيكو حاسس حاله منبوز. هذا بيحس؟ هذا ما بيحس بتنحس. برافو عليك يا مملي، هذا ما بيحس. إيش أنتوا قاعدين بقلبه لتعرفوا إن كان بيحس ولا ما بيحس؟ فاروق ليش عملت هيك مع الحرمة المسكينة؟ لك شبكن ها؟ شبكن كلكن عم تبتروا علي؟ أنا شو عملكن كرمال النبي؟ شوف يا فاروق، إذا كنت ناوي تبقى هون معنا خلي بقلبك رحمة. لا سيدي مالي ناوي. يعني فالج لا تعالج. فكر إذا كان بقيام براسك عقل. وتقول صابوني مروا علي العدا وبالعين صابوني، ولو قطعوني شقف والواح صابوني، ما حيد عن عشرتك يا نور عيني. وتدرم تدرم تدرم تعرف منير هالدار مو حلوة بدون نهفاتك. تسلمي. وتدرم تدرم تدرم. وكيف أخذ منك حق البيت بعدين؟ إجا بعد فترة قال لي حرام يا ماما هيك مبلغ يشتغل ب 120 ألف ليرة بالسنة. في شركة السمار عم تدفع 250 ألف ليرة للمليون، يعني 375 ألف ليرة بالمبلغ تبعنا. سحبته من البنك وعطيته ياهم. طيب حط المبلغ باسمك ولا باسمه؟ لا أنا قلت له يحطهم باسمه. القانون لا تكمل. قال لي ياه المحامي، قال لي القانون ما بيحمي المغفلين. لا ست زلفة فهمتيني غلط. أنا بدي أقول القانون ممكن يغطي هيك شخص قدام القضاء، بس ما ممكن أبدا يغطي قدام وجدانه. وجدانه؟ الله يرحم وجدانه يا ابني. العصايا وين ست فاروق؟ يلا أني عطايا هاي؟ أنا كمان سارقكم عطايا؟ نعمة أنا شو اللي عملته لحتى لحشوني هاللحشة هاي؟ إن شاء الله بيدوقوا اللي أنا عم أدوقه. يا رب
لف لف انا كنت العب بالمصاري لا نهبوني طول بالك واهدى اهدى تعفطر معنا وبعدين بنجيب لك العصاية. ولا انت شنو بيعمل هيك؟ لك احبسوني اعدموني ما ببقى لحظة هون. هاي مستشفى مجانين عصفورية. يا سيدي هذا رضعان مع القرود، انا بعرف شلون بيعلم الاولاد السرقه وكيف بيخليهم يشتغلوا. تعال تعال هلا اهدى وطول بالك، خلاص افطر معنا ونجيب لك العصايه. ما بفطر لحتى تلاقوا لي العصايه. اهدي بابا روحي معاها، روحي روحي يلا. تعال عصاي وين عصاي وين عصاي وين عصاي شو؟ لقيتوا شيء؟ أبو عدنان لتكون أنت يعني تذكر منيح لتكون نسيتها بالمظاهر. منير طل شوف هني. أنا مطاهر إذا أنا بالأساس ما رحت على المطاهر. برافو عليك يا منير، اللي سماك خل ما كذب. هي العصاية. هي هيك يا ابو عدنان شغلتنا وعذبتنا على الفاضي وانت مالك عارفان وين حاططها. واذا كان انا والله مالي حاططها هون. بابا ليكون انت كبيتيها ونسيتي، بس واحد يكبر بصير بيضيع. شو قصدك انت؟ يعني انا خرفان؟ لا 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 سمح الله يا ابو عدنان، الله يبعد عنك وعنا. يا سيدي ما في غيره، هو بيكون عاملها. فاروق؟ ايه فاروق. روي امشوا لنكمل فطورنا. أستاذ عمار وينك يا ابني؟ شغلت بالنا أكثر ما هو مشغول، طمني شو صار معك؟ حقك علي يا عم مصطيف، أنا لازم كان أتصل أو مر لعندك قبل بوقت، لا تواخذني. طيب تفضل نحكي جوا. معلش عمو ما رح أدخل، أنا شفته لأيمن هو موجود بالضابطة الجمركية. إيه كيفه؟ شو القصة؟ تفضل أستاذ عمار تفضل، حاكم قلبنا عم يغلي عليه كثير. معلش عم مصطيف ما رح فوت، الجو بيني وبين أيمن ما كان كتير منيح. كيف يعني؟ ليش؟ يعني أيمن بصراحة معتبرني مسؤول عن اللي صار معه ورفض مني أي مساعدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ عمار تفضل كرمالي، تفضل لجوا. معلش عم مستيف عذرني الله يخليك، أنا رح أمشي هلأ وببقى بشرح لك على التليفون شو صار معي بالإذن. مع السلامة يا أبو. يلا بلا ما نتورك هلا نقدهم، يلا تفضل فوت لهان. يسعد لي هالصباح ست فدوى. زبطتو؟ بشو زبطتو؟ شو زبطتو؟ كان هربان. ما كنت هربان، طلعت شم هوا. شو بكون؟ شو قصتكم بهالدار؟ هو هربان وانت ضبطتو؟ شو احنا قاعدين بسجن؟ يلي بحب يضل عنا يضل، واللي بده يروح يروح. لاني بده يروح ست فدوى، ما الشرطة جابتو لهان. واذا الشرطة جابتو مالو حابب يضل عنا يروح؟ يروح لعند غيرنا الله معه. لا مو هيك، انتو على راسي، بس في ولاد برقبتي. ليش انت عندك ولاد؟ عنده ولاد؟ قصده الولاد اللي بيشغلهم معه في شحواده. مو حرام عليك تفسدهم بدل ما يكونوا بالمدارس؟ انا ما عم تفسدهم، علي الحلال وحدهم بفسد بلد. ليش قديش اعمارهم؟ قداش يعني؟ بدك تقولي 10 سنين 9 سنين، وفي أصغر من هاك كمان، في من عمر محمد ومولك. مو حرام عليك؟ ايه حرام. وهلأ إن شاء الله بدك تطلع من هون مشان تروح تفسدهم. يا ستي ما عم فسدهم، كل واحد منهم عم بيعيل عيلة، شي ما عنده أب وشي لا أب ولا أم، يعني مو أحسن ما يتعلموا الحرام؟ شو الحرام؟ ليش في حرام أكتر من هيك؟ يا ستي معك حق، الله يرحم أهلك لبقى تصيحي علي، أنا بعمر والدك خلاص
بطلت اهرب وهلا دوس دغري رايح على العنبر. يا ريتني تركته يروح، احسن ما عملنا مشاكل هون في الدور. مو على كيفه، بده يلتزم بنظام الدار وبدون شرطه. طبعا ست فدوى، مو على كيفه، بده يلتزم بنظام الدور. بدك مني اي خدمه؟ لا سلامتك، روح انت. يلا سلام. عمي الصيف بترجاك لا تحرجني، يا ريت تخليني برات هذا الموضوع. بس يعني انت بتعرف ايمن؟ لا انا ما بعرفه منيح، انا حاولت ساعده خلال البرنامج وحاولت ساعده كرمالك انت يا عم سطيف، بس هو رفض ورفض بعدوانية كمان. معلش كرمالي. عم سطيف ارجوك لا تحرجني، انا بصراحة ما بعرف كيف ممكن ساعده، يعني انت نفسك ما انك رضيان عن تصرفاته وبتعرف انه مساعدته الحقيقية ما هي باطلاق سراحه. معك حق يا ابني، معك حق، الله يهديه. بس يعني انت بتعرف. طيب طيب، في محامي صاحبي رح عارفك عليه، منشوف بركي كيف ممكن يساعد بالموضوع. طيب شكرا يا ابني، شكرا. شو عمي شو قال لك؟ رح يشوف لمحامي. ايه لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء. هلا كل هالاحداث صارت امبارح بغيابي؟ نيمنا نجلة بغرفة زلفة، فرشنا على الارض. بتعرفي انا عم فكر اليوم لازم نجهز عنبر للنسوان، خلي ام مالك وهما سعاد وزلفة يتساعدوا على تجهيزه. وين؟ جنب عنابر الرجال؟ لا بدنا نعمل قسم خاص للنسوان. ايه طيب بس وين؟ شوف الغرف اللي جنب المستودع. تحت بالطابق الارضي؟ ايه تحت. مو اتفقنا من نقلب الدار فوقاني تحتاني على رئيس التهاني بده شقلبه؟ يعني بهيك حالة سكن الختايرة كله بده يصير بالطابق التحتاني. مزبوط، أنا نازلة شوف تحت المقيمين. صباح الخير، شو هالقعدة الحلوة هيك؟ أهلين صباح الخير. أهلين مانا، فضلوا أدمانا كل يوم ياو. لا معلش شكرا كتير. ما بيصير ما بيصير، تفضلي تفضلي. شكرا كتير. أهلا وسهلا. أهلين أهلين. هي القعدة حلوة كتير، بس بقى ما بتطعمينا خبز. مدام بيقولوا يوم لك يوم لربك. هذا هو الموضوع اللي بدي حاكيكم فيه اليوم. هلأ شوي تانية جاي لعنا عالدار ورشة صحية ومعلم كهربا، بده يصلح الأعطال الموجودة كليات عنا بالدار. عظيم. فبدي أسألكم إذا في حدا منكم بفهم بهالشغلة مشان يشرف عليهم. طبعا أبو جارو أمنا وأبو وله الشغلة. لا 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 يا أنا ما بحسن. ليش ما بحسن؟ ما بحسن ما أنت مبارح قلت إنك معلم بكل شيء كيف ما لعشناك تيجي واقف؟ كان بابا كان هذا من زمان. ايه مظبوط، بس هلا ما عاد يطلع منك الا الحكي. اسمع منير، انا بحبك، خلينا اصحاب. خلص خلص لا تزعلوا لي عم ارتين. عم حميدو تشرف انت عليه هون. على راسي. مدام لا تزعل مني، انا اشتغلت 55 سنه، جرت مليت، كان عمري 10 سنين لما نزلت هالشغل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بس بقى من اليوم ورايح بدي احتاجكم كلياتكم، هي الدار بدها تصير ورشة تحسينات. الكل جاهزين. شو بدي ما بدك تروح تصلي الكهرباء انت كمان؟ شو بك انت نكد اليوم؟ مو حلوة منك هيك، خجلت الست. حميدو أنا صرت بيكره شغل تبع حديد والصدى والدهان، مليت. شو بتحب لك أن تشتغل يا أبو جارو؟ أزهار اصطناعية؟ لا بيحب يلعب طاولة زهر. خلينا يجيبوا لنا طاولة زهر يا أوه. يا ريت يجيبوا لي عود كمان. ست فدوى. أيوة. بدي بتنظيف عنبر النساء. ممتاز كتير منيح. عدي كنانة بدي احكي معك بموضوع. انا شايفت لك في قسم كبير من زملائنا الياس مكرسحهم كرسحه، بدهم طبيب نفسي. هي الكآبه، كآبه الشيخوخه يا ست فدوى. قلت له يا حميد مره للاستاذ حمزه تمسخر علي،
قال لي يا كنانة هلا وقفت عن خطايرة كل الناس معقدين. تسلمي عينك شو بتفهمي. شو رأيك كنانة تستلمي انت هذا الموضوع؟ كيف؟ بسيطة ما بدها شيء. استشيري مدير المستشفى، اعملي له زيارة مثل ما انا عملت له زيارة. فيكي كمان تتصلي بالاستعلامات تاخدي منهم ارقام هواتف اطباء النفسيين، بتزوري قسم منهم والقسم الثاني فيكي تعملي لهم هواتف، وفيكي كمان تزوري طبيب الصحة اللي عملت له انا وياك زيارة الاسبوع الماضي. سهلة. لحظة، وحدة وحدة علي لانه ضيعتيني. اعتبري حالك مسؤولة عن الوضع الصحي بهالدار. طيب بس يعني كيف بدي اتصرف؟ يعني اتفق مع الطبيب على اجرة الزيارة ولا على اجرة الشخص ولا كيف؟ لا لا هيك ولا هيك. لا هيك ولا هيك. طب لكن كيف فهميني؟ بدك تحاولي تقنعيهم، تطوع بدك تقلي لهم. تطوع؟ بلاش يعني. هلا نحن عم ناخذ من النزلاء اجرة، بدك تقلي لهم خدمة للمجتمع، خدمة للإنسانية. وبتصور بهيك حالة رح يقلعوني؟ لا، بس ممكن بعض منهم يعني يتهرب شوي. يلا حبيبتي يلا روحي، بس بطريقك خدي نجلة عرفيها على البقية، خليها تقعد معهم. مو لحتى اتعرف انا على نجلة بالاول. طيب اتعرفي عليها وعرفيها على البقية. يلا الله يرضى عليك، يلا بسرعة. حاضر. ليش كان يضربها؟ ما كان يضربها، بعدين صار يضربها. بس اسألني امتى بدأ يضربها. امتى؟ من بعد ما حط حق البيت بشركة السمار باسمه بكم شهر. فقت مرة على صواتهم بعد نص الليل، كانت هي أول مرة بلاحظ هيك شيء، بس فهمت إنها ما كانت أول مرة. أهلين مرت عمي، خير؟ عم يوجعك شي؟ خير. فيك شي ماما؟ لا لا ما في شي. يعني ما عم يوجعك شي بنوب مرت عمي؟ لا سلامتكم. كمان كانت هاي أول مرة بيقلي فيها مرت عمي بدل ما يقلي ماما. تكررت الحادثة 3-4 مرات، أو بالأحرى هدول اللي أنا حسيت عليهم. طيب أنتي ما دخلتي؟ ما حاولتي تفهمي الموضوع أو توقفي عند حده؟ لكان ما حاولت. حاولت كتير أفهم القصة منها أكتر من مرة. كانت دائما تنكر وتتهرب. ليوم من الأيام فاقت عينها زرقاء ورماني. نوال أنا ماني مصدقة إنه الباب بيساوي هيك شيء. بيساوي يا أمي، بيساوي. يا نوال يا حبيبتي أنا مالي غيرك وإنتي مالك غيري. إذا إلي ما اشتكيتي لي همك لمين بدك تشكي؟ يعني من شو بدي اشتكي؟ ما فيني شيء. ما فيك شيء؟ طلع لشوفي يكسر إيدي إلهي، يشل إيدي إلهي. لك والله كان قلبي حاسسني. بس يا أمي بس عادي، ما فيني شي، شغلة بسيطة. ما في شي؟ شغلة بسيطة؟ لكان هذا شو بتسميه؟ لك بنتي ما تحكي لي، ما تقلي لي شو عم يساوي فيكي، ما تشكي لي همك. لك يا أمي يا أمي ما فيني شي، لا تزعلي حالك، كفيني حاجتي إني قتلت أبي. لا يا أمي لا، لا تلومي حالك، انتي ما قتلتي ابوكي، انتي كنتي صغيرة وغلطتي، كلاتنا منغلط، كمان نحنا من حبنا اليك كمان غلطنا معك. ابوكي كان بيحبك وانتي كنتي بتحبيه، انا بعرف هالشي، انتو بتحبوا بعضكم، كلاتنا منغلط يا امي. بس مات هو غضبان علي. لا يا بنتي ما كان غضبان عليكي، بالعكس كان حزنان عليكي، بيحبك، ولأنه عرفانه هو قريبه وبيعرفه مو منيح بده يعذبك ويهينك.
آخ آخ يا ماما، شو سويت بحالي أنا؟ شو سويت فيكن؟ سامحوني، حياتنا وروحنا صارت بإيده. لك أمي حكيلي، حكيلي شو القصة؟ صوري قال بيحتقرني. بيحتقرك؟ ليش؟ قال بتتعلق بالرجال قبل الزواج مثل ما أنا تعلقت فيه وحبيته، قال بتكون ساقطة. ساقطة؟ تكون ساقطة؟ شوف السافل، ما هو اللي لعب بعقلك مثل الشيطان وخلاكي تتعلقي فيه وتحبيه؟ انت كنتي بنت صغيرة، شو صار؟ هي تجوزتوا وهي رح يجيكن ولد، وين الغلط؟ وين الغلط بوضعكم؟ وين؟ لك الغلط، اصلا كل شي صار غلط بغلط، ما عاد ينفع الندم يا امي. الو يا اهلين استاذ عمار، تفضل عمار. تليفون لنا استاذ. الو اهلين استاذ، يا هلا بيك. ثواني انا يعني بكون عندك بعد شوي صغيره، بس ماشي. يا هلا بيك، سلام. ايوه هي الورق، كمل انت يعني ما بتاخر علي. مرحبا استاذ. اهلين عمار، أمطني قلبي كثير من تليفونك، خير؟ شو القصة؟ لا يأمطك قلبك ولا شيء. قلي عن مين عم تعمل حلقة؟ عن مرة ختيارة. بعرف عن مرة ختيارة، ليش؟ إلك قصص غير ختيارة أنت؟ بس شو قصة الختيارة هي؟ أستاذ هلا بدي أحكي لك قصة الحلقة وقصة الختيارة، أنت خبرني شو القصة، فهمني. في شكوى كالعادة. بس كأنهم مبكرين بالشكوى، ما هيك أستاذ؟ في محامي اتصل بالمدير. شو اسمه؟ عبد الفتاح عبد الرزاق، ما بعرف، بس يمكن اتصل نيابة عن واحد مكله، قال انت مسجل له حديث بدون اذنه وعم تهدده بالتشهير. طيب شو قال السيد المدير؟ بعتقد دافع عنك. هلا انت ما بتحذف الاسماء؟ طبعا. اذا ريح بالك، ما حدا قاله عندك شيء. استاذ بصراحة انا بالي ما بينشغل من اشخاص البرنامج. لا ينشغل بالك، المهم انت ما تغلط. طيب واذا غلطت؟ ساعتها لكل حادث حديث. استاذ عبد الرزاق، انت محامي ولازم تقدر وضعي، يعني ولو قالوا لك انه بيحسفوا الاسماء، صوتي موجود على الشريط. لا 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 لا، ما جبرني احكي شيء بنوه، بس هو من الاساس ما قال لي انه عم بيسجل. لا 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 لا، ما حكيت شيء بنوه. بعدين شو بدي احكي؟ ما عندي شيء احكي ولا عندي شيء خبيه. يا استاذ الله يخليك، مو قصة خوف ولا مو خوف، بكره هاي المقابله اكيد بتنزاع، بدهم يسمعوا صوتي وبدهم يسمعوا صوت هاي المخلوقه الخرفانه، وبجوز الناس تصدقها. يا لا لا، الناس اللي حوالينا بتعرف صوتي، بتعرف صوتي، ما بدنا نرد نفتح الموضوع من اول وجديد. طيب ايه، لا راح اقول لك شغلي، معلش رجاء، بدك ترفع لي دعوة ضده لهذا المذيع وضد البرنامج كله. شو موضوع الدعوة؟ تشهير طبعا. طيب ماشي، ايه بكرة بنروح لعندك. شكرا لك، شكرا، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. دخول يا حميدو، بدي امسح وش تاني. شو هالحظ اللي لك؟ بحياتها أم أسعد ما سمحت لحدا يفوت وهي عم تمسح.
إناس وناس هي. حميدو في نخوة، دوس دوس يا حميدو بيطلع لك. الله يعزك يا أم أسعد، ممكن تعملي لي إبريق شاي؟ يا متكرم عيونك، من عيني هي قبل هي. تسلم عينك يا زلفة. حميدو انت روح اطلع وانا بس يخلص الشاي طالع لك يا. الله يقويك يا ام اسعد. اي لا تلعب على الحبلين. تعرفي زلفة ادم يا هالرجال. ايه 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 مزبوط، رجال مالهم امان. اهلين. أنا خير. بصراحه يا عمي ابو حسام يعني انا ما عاد في اتحمل طفح الكال. الصوره ما عندي وقت. يعني مشون هاي الدكان يعني بدها تضل هيك مسكره؟ يعني مين بينظر اذا انفتحت؟ روح احكي مع معلمتك. انت معلمه؟ انا ما عاد وفت معي. استقيل. اش هاي استقيل؟ انا كل شقفه بواب. هلا شو بدك؟ روح اطلع من هون. هاك هاك يا عمي ابو حسام، زبطت وطاك وتخلات عني. شو هذا قب مالك؟ جاي عم تهددني بغرفتي؟ ليه يا ابو حسام؟ ما عادش اللي بده يهددك. اش تهديد وما تهديد؟ على سلامتك انت. لك ما بدك تبطل حسد انت؟ هي صار لك ولمرتك راتب. عن جد عم تحكي؟ يعني مرتي لها هالشهر راتب؟ لها راتب، وهي خلعت الغسالة وسكت عنك. الله يسامحك يا عمي ابو حسام، الغسالة كانت بالتصليح ورجعت. وكيف رجعت؟ ما الغسالة قديمة، ما بصدق لشوف بعيني. طبعا حقك تشوف بعانك، لأنه صار لهم يومين عم يغسلوا بالغسالة. عم بيغسلوا بالجديدة. ما التنتان لساتهم بقلب العلبة. اسمع ابو مالك، أنا هلأ مومت الأول، هي صارت تحت إشرافها كل شيء. أنا حالتي ألعن من حالتك. ليكو هاي الدور تعبت عباية، سيارتان شحن. بشرف وجداني ما طلع لي ولا قرش، هي نزلت معي على السوق واختارت المحلات وبازلت على البضاعة، هي رئيسة اللجنة، أنا ما عاد إلي شي بنوب. يعني عمي أبو حسام هي اللي. لا ما بعرف. لك أبو مالك شو وصلك؟ شايف الناس كلهم مثلك؟ ليش أنا إيش قلت يعني؟ طيب طيب راح أسألك إياها مشان الدكان، وبعرف مسبقاً إنه ما راح توافق، هلا اتركني شوف شغلي، نزعت لي مرايا الله ينزع مرايك. روق روق يخلينا إياك عمي أبو حسام. هي باسي بس يعني انت عمل لي جهدك، عرفت كيف؟ يا حاضر، مع السلامة. هلا هلا رح يبدا برنامج رحله في القلب تبع الاذاعه، يعني مشان هيك بدكم تسمحوا لي اني طفيت التلفزيون. اليوم البرنامج عن اختنا زلفة. مخبيتي علينا يا زلفة. شو عم يقولوا؟ بدك تحكي بالاذاعه هلا؟ ما بعرف يمكن. اقعدي ام مالك اقعدي، زلفة بدها تطلع بالراديو، اقعدي اسمعية. بدي روح نايم هالصغار. اقعد ام مالك، اقعد اسمع معنا. عم اقول لك ما فيني ابقى هون، المحرس بقيون لحاله، تعي ولي يلا، تعي قوموا يلا، حرك قلبي يلا. يلا حمودي يلا. طلع اسمعوا. كم يستطيع قلب الإنسان أن يتحمل من الألم قبل أن ينفجر كالبركان، أو يتفحم مثل أشجار محترقة؟ هذه المأساة ليست خيالا ولا رواية،
كل شيء فيها حقيقة، إنها حقيقية حتى يمكن لكل منا أن يجد منها شيئا في بيته وربما في قلبه. بهذه الكلمات قدم بلزاك أجمل رواياته الأب غوريو، وبها أدعوكم إلى رحلة في قلب هذه المرأة الذي ظل مغلقا على أسراره حتى الليلة.